أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: إذا كان طاهي الطعام لا يحسن طبخه وعبته ولم أعب الطعام، فهل هذا يدخل في النهي؟ لا، الممنوع أنك تعيب الطعام، أما أنك تعيب الطباخ تقول ما يحسن، هذا ما في بأس، هذا ما في بأس. ما أنك تعيب الطعام هذا هو اللي ما يكره، هذا هو الذي يكره. نعم.